نروح دلوقتي لحدث مهم جدا واللي خلاص هيصدر الستار تقريبا في خلال يوم، واحنا بنتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 54، وللغاية امبارح حقق ارقام قياسية وكبيرة جدا في عدد الزيارات، وده منذ افتتاح الدورة ال 54 حوالي 10 ايام، وتقريبا قربت خلاص على 3 مليون زائر خلال الفترة دي، وده على الرغم من الاجواء الباردة وكمان من ارتفاع اسعار الورق ادى بطبيعه الحال لزياده اسعار الكتب. لكن المصريين اثبتوا فعلا ان احنا شعب مثقف وواعي وقارئ ومهتم جدا بالثقافه بشكل كبير. طبعا خلال الايام اللي فاتت احنا شفنا عدد كبير من الرحلات اللي بتنظمها بعض المؤسسات او الجهات المختلفه من القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهوريه لزياره المعرض، يعني شكلها في الحقيقه يفرح. تفاصيل اكتر عن المعرض خلال الايام اللي فاتت واعداد الزائرين والفعاليات الثقافية والفنية هنعرفها دلوقتي من ضيفنا اللي على الهاتف، الأستاذ مروان حماد مدير المشروعات الثقافية بهيئة الكتاب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الفل. أهلا بيك، وعايزين في البداية نعرف ملاحظات حضرتك على أعداد الزوار. الحقيقة الأعداد طبعا زي ما حضرتك قلتي هي أعداد تخطت كل المعقول، وده يضرب لنا مثل لأن الثقافة عنوان البيت المصري. نعم. الثقافة هي سبيل حقيقي للارتقاء بأي دولة، يجب أن يكون لها باع كبير وتتخطى به إلى كل المراحل القادمة التي نراها في التحول الذي يحدث على العالم جميعا. الأعداد خلال اليومين الفائتين فقط تخطت 1 مليون زائر، لكن للحقيقة الهدف ليس هذا الرقم فقط، إنما الهدف الحقيقي أن نرى الثقافة تشع داخل كل بيت بغض النظر عن المليون، لكننا نبتغي أن تصل هذه الزيارة داخل كل بيت مصري، فالمليون يستطيع أن يكون 5 و6 مليون بما يصل إليهم من مطبوعات المعرض التي تعرض داخل الأرواح. يمكن كان في توقعات من أكتر من يعني 17 سنة يمكن أنه مع ظهور الإي بوكس أو الكتب الإلكترونية هتبتدي تتراجع أو يتراجع الإقبال على الكتب الورقية، هل لازالت الكتب الورقية ليها رونقها وليها عشاقها؟ عشان أجاوب على حضرتك لازم تتفرجي على صور المعرض. الحقيقة انه صور المعرض انا شخصيا من عشاق الكتب الورقية، يعني انا لحد طبعا دلوقتي ما اعرفش اقرا كتاب ابدا بي دي اف. المعرض مفيش حد سائر داخل ارض المعرض الا وتلاقي حضرتك يحمل حقيبة او شنطة صح داخلها كتاب، وده صحيح. دليل على ان الكتاب الورقي بالنسبة لنا مازال موجودا، وتنظري حضرتك الى التنوع الحادث داخل الاروقة وعلى الارفف تستطيع كل الكتب أن تجيبك أن الكتاب الورقي ما زال يحمل بريقه ورونقه حتى وإن كان هناك تقدم على مستوى الكتاب البي دي اف وغيره من الصيغ والكتاب التفاعلي الذي يأتي في المرحلة القادمة بقوة، لكن لا نقول أن الكتاب الورقي فقد بريقه. وهل تتوقع انه هيستمر على هذا المنوال ولا ممكن خلاص مع الوقت يبتدي ينحصر او والله يا فندم الذائقه التي تربت على الكتاب الورقي ستظل متمسكه حتى وان كان استعمال الاجهزه اللوحيه متاحا بقوه الان، لكن ما زال امامنا وقت حتى نستطيع ان نقول ان الكتاب الورقي ليس له وجود. طيب احنا بنتكلم على ارتفاع اسعار بشكل عام على مستوى العالم كله، هل الارتفاع ده او ارتفاع اسعار الورق بالتالي والكتب اثرت على نسبه المبيعات والحضور ولا لا؟ ربما كان هناك مخاوف قبل بدء المعرض من هذه من هذا الحدث وهو زياده سعر الورق ومستلزمات الطباعه وغيرها، ولا اخفي لحضرتك سرا ان كثير أو معظم الناشرين كان يتناوبه هذا الهاجس، لكن كما رأينا عبر 10 أيام مضت وبقي
هذا اليوم والختام سيكون غدا. لكل دور النشر أظن أنها قد استوفت هذا الشغف وهذه النظرة المدهشة التي اعترت الوجوه من حضور الزوار ومن ابتياع احتياجاتهم من الكتب. فهذه إجابة على ما تسألين حضرتك. طيب، واحنا بنتكلم على الفعاليات الثقافية والفنية وتفاعل الناس معاها، يعني ايه المختلف السنة دي اللي حضرتك لاحظته؟ المختلف طبعا انه في شباب وحضور كانوا يتناقشون في قضايا الساعة، يعني ربما تكون ليست قضايا أدبية وحدها وإنما كذلك على كل المستويات اجتماعية وفنية وغيرها. الوعي الذي يبث عبر كثير من المؤسسات داخل الدولة المصرية ربما تنظرين إلى نتائجه حضرتك في هذه المناقشات. بناء الوعي يأتي من الثقافة، والثقافة حينما تطرح عبر وسائل التواصل وعبر وسائل الإعلام وما تقومون به من دور حضرتك نجده الآن في معرض الكتاب عبر هذه الفعاليات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الأستاذ مروان حماد مدير المشروعات الثقافية بهيئة الكتاب.